نعم، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو تظهر عملية إخلاء لطلبة إحدى المدارس بعد أن علقوا داخل الحافلة التي كانت تقلهم بسبب السيول التي خلفتها مياه الأمطار صباح اليوم. المقطع المصور يظهر مجموعة من الأشخاص قاموا بإخلاء هؤلاء الطلبة العالقين داخل حافلة مدرسية في أحد شوارع منطقة عرجان. ووفقا لمصادرنا فإنه لم ينجم عن هذه الحادثة أي إصابات. كما يظهر الفيديو اللحظات الأولى لانجراف الحافلة وسط سيل جارف.